عايز اقول مشروع كمان واحنا قربنا نخلص اهو. مسميه مشروع الكنز الضائع. الكنز الضائع اللي هو الوقت بين المغرب والعشاء. كنز ضائع. الوقت بين المغرب والعشاء ضائع. تلاقيه بيقعد، وده اللي بحذرك منه وده اللي بنهاك عنه، انك انت تفضل تاكل وتشرب وتاكل وتشرب لحد ما تعمل كده. لا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هو الاكل مش هيروح. كل حاجه خفيفه عشان تقدر تصلي، عشان تبقى فايق ومنتعش ونشيط. لكن اذا امتلأت المعده نامت الفكره وخرست الحكمه وقعدت الاعضاء عن العباده. ربنا نهاك عن الطغيان في الاكل. كلوا مما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. المغرب، الوقت بين المغرب والعشاء. بين المغرب والعشاء، خلينا عارفين، بين اذان المغرب واذان العشاء ساعه ونص ثابته، وبين اذان الفجر وشروق الشمس ساعه ونص ثابته. خليك عارفها دي، دي معلومه عامه، ده كلام ما بيتغيرش خالص. يعني تلاقي العشاء مثلا بتاذن النهارده مثلا 8 الا ربع ولا 7 ونص، يبقى المغرب 7 ونص و5، العشاء 9 و5، ساعة ونص. الفجر 5 الا ربع، الشروق 6 وربع، ساعة ونص. الساعة ونص اللي بين المغرب والعشاء هنقول نص ساعة صلاة ونص ساعة أكل. لو أنا شايف نص ساعة أكل كتير قوي، يعني أنا عندي إن هم الأكل إذا زاد عن 10 دقايق يبقى إسراف. 10 دقايق كل بسرعة خلص نفسك، والربع ساعة والتلت ساعة عن النص الأولاني فاضل ساعة إلا ربع. يتقري فيهم جزئين قرآن. أنا بقول لك جزء واحد قرآن. اعمل لنفسك قراءة جزء قرآن بين المغرب والعشاء يوميا، ختمة كاملة. ماذا يعطلك عن ثواب ختمة كاملة؟ انك تشوف الفوازير، تبقى ذنوب بدل الحسنات. ايه اللي يعطلك بين المغرب والعشاء عن قراءة ختمة كاملة؟ حلقة من المسلسلة تشوف نساء تفسد صيامك، تزني بعينك. ايه اللي يعطلك عن ثواب ختمة كاملة؟ قاعدة تغتاب فيها وتنم وتكذب. ختمة كاملة 30 في ال 30 يوم، ختمة قرآن ب 33 مليون حسنة، حبوط أو مغفرة 33 مليون سيئة، ما تضيعهاش.